طموح شباب ولاد بن عبد القادر أحد أندية ولاية الشلف لم يكتمل رغم إزاحته لاتحاد حجوط في الدور الأخير. عوامل شتى من بينها الخبرة والفرق في الإمكانيات حالت دون مواصلة مشوار الفريق الذي تأسس سنة 77 وينشط في الجهوي الثاني لرابطة البوليدة. فارق الخبره ونقص التجربه تاع اللعابه تاعنا كانوا مركونا اللي طروا بيتو شحال كاع لي بالاريتي. الحمد لله نتمنوا التوفيق للفريق اتحاد العاصمه وحظ موفق للفريق نتاعنا ان شاء الله. اتحاد الجزائر انهى الشوط الاول متفوقا بهدف دون رد سجله الشافعي بهذه الكيفيه في الدقيقه 12 بعد ركنيه من فهم بوعزة. ثلاث دقائق بعد بداية الشوط الثاني أندريا تمكن من الوصول إلى شباك زورقان حارس ولاد بن عبد القادر مضيفا الهدف الثاني. اتحاد الجزائر انتظر إلى غاية الربع ساعة الأخير لإضافة هدفين. الدقيقة 75 بدبودة على طبق لناجي أضاف الهدف الثالث في شباك زرقان. وعشر دقائق بعد ذلك كرة ثابتة من بن موسى رأسية ناجي كانت وراء تسجيل الهدف الرابع لاتحاد الجزائر. أربعة أهداف مقابل صفر. وقبل نهاية اللقاء بدقيقتين وفق يوسف رودان من جانب ولاد بن عبد القادر من تقليص الفارق بتسجيله لهدف الشرف ليتأهل اتحاد الجزائر على حساب شباب ولاد بن عبد القادر بأربعة أهداف.